ذلكم الله ربكم يخلقكم إلى هاي وين نقول أبورا يا ماشي علوش هو يدين نحديد والرحم كنحديسة في ثلاثة ظلمات با إلى هاي يدي ما ديرتا هوستيد ومدو رحم كنحديس ومدو علوش نحديدنا ومقدي صدح ذا مقدي هوستود أي إلى هاي قفك بني آدم كقصو نحسمي يي مرقا علوش أسيت هذا ماها سيدنا ما هنا واتسلان هوين إذا ويان هذا أقل كقال يدعو أخرين جري هذا أقل كقبح يدعو أخر سنجري هذا بيت الميقى قال يدعو أخر سنجري هذا كصوبح يدعو أخر سنجري هذا جيفان يدعو أخر سنجري هذا دريق مرة يدعو أخر سنجري هذا بشب لا تدعو أخر سنجري هذا سيحان يدعو أخر سنجري هذا در حران ينبي يدعو أخر سنجري هذا المردش النبي يدعو أخر سنجري هذا يقف دينتو غيري لصوش يدعو أخر سنجري دبايل هذا يتماد النبي يدعو أخر سنجري رابكم مركو داعينا دعو أخر سنجري بشو مركي بلات النبي دعو أخر سنجري دعبد هدو فولا يدعو أخر سنجري هدو صفرة يدعو أخر سنجري دعوي كاسي وين المهنة كبر بارنا يرانتا كتب دان يريار يا خرس دي حسن المسلم كأيو أما أذكار النووي أقل هذا حينو نحيا لان وكتاب كمركي اللي ألف الرد من الشقي ونجرين بعد دارة واشتار الأذكار قفك مركي للإمام كي كتاب كي أصنفي ولا طابعي ومكتبات دا آيال لدغي اي كتابك سوء يبسي أورو دو مركي قفك اللي قوير هذا اي اي اولنجرين دادك الدعافة دا فقره دو لعاقان كو يبسينا ما هيسنو مركي ابي اولنجرين كتابك يونا كادن مانين دارتا دا اي بيو كتاب الأذكار سوء يبسي بي اولنجرين رحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن مركه هراء أن شيخ يعلم يداعي صدح دائري وكعذر دارنا يا كنت شيخ العلم يا شيخ السن لبضى من ميه أن داعنا ميه عالم ميه أن هذه لغمار موايو وحالده كرا مبلغ مبلغ وقفك وحلو صودي بي وحلو صودي بي وما دو شاقايا بحيانك علماء دينا أنك مقالي علمية خيرة وناغة للرجلين دينا دا هم باندتك ولا لها يقار سينا سيلاحي أنا كان نو هديو ونو إصلاحيو يكون أيو إصلاحان مركا جزاكم الله خير بان لي هيدتك معلمين تينا المدرسه دن قعنت كو هيسا اي ددك حافظه با سادو سو دويسين وا الهي با ابال يا اجر نغا سينيا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام كإلهي وحن رؤوسه دجيي سيانا دونكن يا اخرا اين رشن نوغو هاغاغتو اولاد ان هايسنه الهي نسيي ايو هانتيدا ادويدا دولتا لا اي قف ولبا او هايستو انتو دوني ها كا هايسته ايادنا وها لو سيي سي لنوغو امتحان شي وها لوغو سيي سي اد اوغو ليبانتو وانا لوشادا ادويدي تا اخرادو اي اوغو هاغاغتو اوغو توستو sheega kalena waxa lagu siiyay adduunka inta joogto lagu siiyay si adduunka dusheeda lagu ixtibaaro lagu ibtileeyo quraankaana inoo kala sheegay oo yiri laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqiluna ba ilahayyun laqad anzalna wa ansuda jinni ilaykum haqqina kitaban ba ni suda jinni ba ilahayyun kitab كتاب القرآن هو منزل فيه ذكركم
kitaabka dhaxdiisana waxaan ku dhex dhignay oo dhaxdiisa ahaaday baa ilaahay leeyahay sharaftiinnii iyo karaamadiinnii baa qur-aanka ku dhex jirtaa ilaahay yidhi afalaa tacqiluun miyaanad dad caqli la-aanad ahayn baa ilaahayna leeyahay iclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna wa ana allaha cindahu ajrun cadiim ogaada baa ilaahay leeyahay in kala maahee xoolihiina iyo awlaadiinu waa fitna weeyaan ilaahay agtiisana waxaad ka leedihiin baa ilaahay yidhi ajar weyn iyo mushqaayad weyn baad ka leedihiin baa ilaahay yidhi fitnadu waxaa la yidhaahdaa hadafkii adduunka ilaahay kuu keenay shayga kaa mashquuliya ayaa fitnad la yidhaahdaa fitna marka awlaadu ayagoo haddana iyagoo nicmad haddana mar walba nicmad ay tahay ilaahay na siiyey haddana waa fitnad weeyaano oo laynagu fidnaynayaayo mar walba qalbigii xaggooda ayuu aadayaa salaadda dhexdeedii baad ku xasuusan qur-aanka adoo akhrisanayaad ubadkaaga xasuusan adduunyada kale dukaan hadduu qofku leeyahayna salaadda dhexdeeda laga yaabaa inuu dukaankiisa ku xisaabiyaba marka fitna waxaa la yidhaahdaa waa waxaa hadafkii adduunka alla uu kuu keentay kaa leexinaya fitna la yidhaahdaa marka axkaamta ilaahay wuxuu noogu soo dejiyey axkaamtu waa maxay iimaanka iimaaniyaadka iyo cibaadaadka iyo maaragtaane mucaamalaadka iyo mucaasharaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo alxukmu waalqadaa waa inta ay shareecadda islaamku ay ku fadhiday weeyaan intaas intaa shareecadda islaamku kama baxsanay bay culimmadu leeyihiin iimaaniyaad waa alcaqaa'id qalbiga iimaaniyaadku ayay ku tacalluqaan in dadku ilaahay ay rumeeyaan oo malaa'igta ay rumeeyaan oo rususha alla soo dirayna ay rumeeyaan oo kutubta ilaahay soo dejiyeyna ay rumeeyaan oo maalinka aakhirada ee dambaysa yowma alqiyaamahana ay rumeeyaan khayr iyo shar waxa adduunyada ka dhacayana inay rumeeyaan inuu ilaahay qadaray cibaadaadka salaada ayaa kamida oo soonka kamida oo zakada kamida oo xashka kamida iyo wixii kale ee soo raaca faraa'id kale iyo sunan kale ee iyaguna waa cibaadaada ilaahay loogu dhowaanayo mucaamalaad waxaa la yidhaahdaa dhaqanka adiga iyo mujtamaca aad ku dhex nooshahay nigala dhexeeya mucaamalaad la yidhaahdaa dadka aada deriska aad tihiin iyo dadka aad shaqa ay shaqo adduunya ayna dhex marto iyo dadka mucaamalaad oo ayna dhex maraan ama dadka aada wada shurakowdaan dadka aada la ballantid dadka maaragtaane saaxiibada aad tihiin inaad akhlaaq dhaqan wanaagsan oo diiniya aad mar walba kula dhaqantaa ayaa mucaamalaad la yidhaahdaa mucaasharaadkuna waa nolosha aqalka dhexdeeda weeyaanee qoyska sida ninku naag xaaskiisa ula dhaqmaayo sida xaasku xaaskeeda xaaskeeda ula dhaqmayso sida ilmuhu aabbihii ula dhaqmaayo sida ilmuhuna aabbihii hooyo ula dhaqmaayo sida walaashu walaalkeed ula dhaqmayso sida qaraabada loola dhaqmayo mucaashara noloshaasi cishra la yidhaahdaa akhlaaqiyaadkuna waxa weeyaan khalqigan ilaahay nagula abuuray adduunka oo dhan waa inaan xuquuqdooda iska ilaalinaa akhlaaq wanaagsanna aan kula dhaqanaa alxukmu waalqadaana waa maxay waa in shareecadda islaamka la fuliyaa oo dadku sharciga islaamka ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan marka axkaamtaasi ayaa bini aadanka ilaahay u soo dejiyey hadday dadku axkaamta ay raacaanna way hagaagayaan adduunkooga u hagaagi aakhiradooda ayaa u hagaagi hadday dadku axkaamta ilaahay soo dejiyey ay raaci waayaan adduunyadooduna waa ka khasaaray way ka halaabi aakhiraduna way ka halaabi walaalayaal uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegoo yidhi man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allaahu alfaqra bayna caynayhi ولم يأته من وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له قفك أمي سكرتك أبو نبي قولي يا هاي الديو كانت الدنيا همه لبدا إن رضيح ذو ذا فقر يا باهي الله سارا أمورتي سنة إلى هاي بريا قلبي أدوكوك على شيريا أمورتي سولنا والك على التوراي والك على داديا adduunyadana ma hela buu nabigu yihi ilaa wixii ilaahay u qadaray mooyaane
qofka aakhirada ka dhiga hamigiisana ee aakhirada ilaahay wuxuu la hortagaya ka fikira ee iimaaniyaadka iyo cibaadaadka iyo daacadda ilaahay ku dadaalana faqriga ilaahay waa ka saaraa qalbigiisoo qina ayaa loo geliyaa qalbigiisa umuurtiisoo dhanna ilaahay jalla wacalaa waa iskugu soo ururiyaa oo arrimihiisa waa la isku soo dhadhaweeyaa adduyaduna iyadoo dullaysan bay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi marka axkaamtaas qaar baa jirta axkaam rag iyo dumarkuba ay ka siman yihiin oo waxaa ka mid a dee waxaa ka mid a iimaaniyaadka xagga iimaaniyaadka waan ka simannahay oo iimaaniyaad ragga u gaara inay aaminaan oo dumarka laga dhaafay ma jire dumarkuna arkaan aliimaanka waa inay ilaahay iyo maaragtaane iyo wixii ka farcama iimaaniyaadka waa inay la yimaadaan cibaadaadka kadaalika haween iyo ragba waa laga rabaa akhlaaqda wanaagsana rag iyo dumarba waa laga rabaa laakiin waxaa jira axkaam haweenka u khaasa ayaa jirto ragga aan qusaynin axkaamta haweenka u khaasa waxaa ka mid ah waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi gabadhu inay gurigeeda ku ekaato oo gurigeeda ay dhex joogto waa axkaamta haweenka u khaasa weeyaan waa aqallada haweenku saddex aqal unbay leeyihiin aqalka aabaheedee ku dhalatay iyo aqalka ninkeeda iyo qabrigeeda saddexda aqal unbay haweenku ay leeyihiin aqal afraad haweenku ma leh laana saddexdaa meelood baa haweenka loogu talagalay inay ka dhexeeyaan aqalka aabaheedee ku dhalatay halkaasay ku jiri way ku barbaari waa lagu tarbiyadayn man cala jaariyatayni xataa tabluqa ana wahuwa ka haatayni fi ljanna buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka laba hablooda ay u dhasheen ee barbaariyey ee koriyey ee tarbiyadoodana wanaajiyey baa rasuulku yidhi aniyo isagu labadaa farood buu nebigu isku qabtay farta la yidhaahda murdisada iyo fardhaxada labadaa farood buu nebigu isku qabtay calayhi salaatu wasalaam sida labadaa farood ay iskugu xigaan ayaa ninka laba hablood ay u dhalatay labadaa hablood tarbiyadeeyey ee tarbiyadooda wanaajiya aniga isaguna jannada sidaasaan isku nahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam tarbiyadda aabbaha iyo hooyada ayaa tarbiyadda ka mas-uula inanta asbaabta lagu tarbiyadeena waxaa ka kow ah inay inantu noqoto inan guri joogu aqalkeeda fadhida tabaruj aljaahiliya lama ogolo gabadhu inay ragga dhex socoto lama ogolo inay suuqa wareegtana lama ogolo inay bilaa astur aqalka ay ka baxdana lama ogolo dharkay qaadanaysana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waa axkaamta haweenka ayadan labaad ee u khaasa weeyaan xukunka koowaad waxa weeyaan waqarna fii buyuutikunna inay gabadhu ahaato gabadh gurigeeda joogto gurigeeda aanan ka baxaynin siirada waxaa ku taala haween afartan sano aana qalladooda ka soo bixin bay kutubtu sheegtay afartan sannadood dibadda ma istaagin baa lagu leeyahay qaar waxaa la sheegay labaatan sano masalladii ay ku dul tukanaysay aanan ka dul kicin xafsata binta siriin baa ka mid a radia allaahu canha imaam maxamed ibni siriin walaashii masalladay ku dul tukanaysay labaatan sano ee dusheeda iyo dusheeda fadhiday baa la yidhi daraartiina way soo manayd habeenkiina salaata leyl bay u taagnayd laba maruun bay masalladeeda ka dul kacaysay markay yar jiifsanayso oo meel dherba ma tegayna masallada dhinaceegoon bay jiifsanaysay baa la yidhi iyo marka maaragtaane bani aadanka xaajadu markay qabato ay u yar kacaan ay soo xaajoodaan labadaa xilluun bay masalladeeda ka dul kacaysa la yidhi gabadha guriga inay joogtaan lagu ammaanay waqarna fii buyuutikunna waa sifadaasi waa sifo qaali oo qiimo badan weeyaan oo gabadha qiimay u yeelaysaa haddee gabadhu axkaamta ilaahay ay raacdo gabadhu qiimo yeelan oo qadarba yeelan xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam baa ilaahay yidhi xuur weeyaan waa xuur xuurulcaynta ilaahay markuu ka waramaya sifaadka xuurulcayntu ay leedahayna sifada xuurulcaynta lagu ammaanay waxaa ka mid a xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam khaymadahoogay ku kooban yihiin oo kama baxaan baa ilaahay yidhi adigana waxaa lagu amray oo lagu yidhi aqalkay inanta muuminadda gabadha muuminadda iimaan kale meesha lagu yaqaanaa inay ku qarsoon tahay mar walba fadhida waa aqalka maxaa gabadha muuminadda aqalka ha fadhida loo yidhi waa dhayman bal dhayman bay ka qaalisan tahay waa dahab bal dahab bay ka qaalisan tahayoo
meel adag baa la dhigaa waxyaabaha qaaliga. Diinta Islaamku gabadha muuminada qaali bay ka dhigtay, deedna meel adag bay diinta Islaamku ay ku dhigtay. Halkaasaa calafkaaga Ilaahay uu kuugu keenay. Kullamaa gabadha muuminadu bannaanka ay u baxdo way qiimo dhacaysaa baa la yidhi. Kullamaa inantu ay aqalka ay fadhido amarka Ilaahay qaadatana qiimaheega ayaa kordhaya. Gabadha diinta ku dhaqantay diinta danaysana awlaadda Ilaahay kasoo dhex saaraya caloosheeda badanaa waxay noqdaan awlaad culamaayo oo rabbaaniyiina bay noqdaan. waqarna fii buyuutikunna baa Ilaahay yidhi. waxaa kaloo nebigeenu uu ka digay sallallahu calayhi wasallam haween buu nebigu sheegay xilligiisa adduunka aanan joogin iman doona buu nebigu uhi aakhira zamaanka waa kuwa nuuceeya dhar bay moodeen inay xidhan yihiin buu nebigu uhi kaasiyaatun caariyaat way huwan yihiin dharka way xidhan yihiin laakiin waa qaawan yihiin buu rasuulku yidhi. dharkay xidhanayaan baa dhar khafiif ah ama dharkay xidhanayaan baa dhar ku dhajisan ah deedna cawradoodiibu bannaanka dharkaas u soo saarayaa. maailaatun mumilaat baa nebigu uhi waa kuwa qalloocan oo markay dariiqa marayaanna way isqalloociyaan ragga meelaha joogana way qalloociyaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. oo sida raggu u sii eegayaan ay isha ula sii raacayaan ayaa iyaguna la qalloocsamayaan. kuwa noocaasa buu nebigu uhi jannada gali maayaan carfiga jannadana heli maayaan buu uhi. janno inay galaan iska daaye udgoonka jannadana heli maayaan buu rasuulku yidhi. udgoonka jannadana 500 oo sano meel jannada ay ka dhowdahay marka loo jiro ayaa la uriyaa buu nebigu uhi carfigeeda. jannada inay galaan iska dhaafi carfiga jannadana kuwaasi heli maayaan. jamakana waad u jeedaanoo bannaankaasee gabdho badan ay tuma yihiin ay u baxeen deedna ma aragtaan axaadiista nebigeenna sallallahu calayhi wasallam baa ku caddaatay inay kuwa nebigu sheegaya iyaka ay yihiin. gabadha muuminada waxaa kaloo laga rabaa jilbaab inay qaadato. jilbaabku waa maxay? waa maro haddii ay xidhato bay culimmadu leeyihiin xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe aan la kala garanayn, inay inan tahay inay islaam duqa tahayna aan la kala garanayn. waa maro ma aragtaane ka weyn jirkeega ka weyn oo gabadhu ay dhex soconayso. yaa dada maradaasaa Ilaahay gabadha muuminada ku qiimeeyey. yudniina calayhinna min jalaabiibihinna dalika adna an yucrafna falaa yuudayn wakaana allahu ghafuuran raxiima baa Ilaahay yidhi. markaa markay gabdhuhu ay xidhaan quruxdooda Ilaahay caza wajalla u joojinayaa. hadday qurux u dhalatana quruxdeedii bay asturatay oo gaboobay maysa baa la yidhi. gabadha jilbaabka qaadatay jilbaabka ku barbaarta quruxdeeda Ilaahay waa u ilaaliyaa maadaama amarka Ilaahay iyaduna ilaalisay iyadana xubnaheega waa loo ilaalin. ixfad illaaha yaxfadka bay galaysaa. ilaahay baa yidhi xadiis alqudsi xadiiska nabigeenna yidhi sallallahu calayhi wasallam ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin. hadday gabadhu shareecadda islaamka ay ku dhaqanto xooggeeda iyo quruxdeeda ilaahay baa u ilaalin. waxaa la arko la sheegay haweenay 15 ubada dhashay ayadii ubadkeegiina ay isku eg yihiin isleeg yihiin. hablahay dhashay dhex fadhiisatay hooyadood waa laga soo sooci waayey. dumarkii u tegay ee buuqday way ka dhex garan waayeen ilaa lagu marmo la yidhaahdo ma walaalaatihiin oo tan matiinii ugu weynaydba maya iyadii baa lemay waa hooyo weeyaan. markaasaa la yaabo lagu yidhi hablahaaga waad isku eg tihiin waad isku jidhna waa tihiin ama maxay see wax u jiraan? waxay tidhi yaraantaydii markaan yaraantaydii dharkii la ii geliyey ayaan xidhanahay tilood aqalna kama bixin bay tidhi. maadaama amarka Ilaahay anigu aan ilaaliyey Ilaahay quruxdaydii iyo quwaddaydiina isaga iyo dhowro u ilaaliyey tidhi. gabadha bannaanka hadday u baxdo waxay la mid tahay baa la yidhi oo ragga ay hormar mar walba ragga hor soo socoto waxay la mid tahay fulka ubaxa yar ee geedka dushiisa ka baxa. hadduu ubaxaasi uu geedka ka soo dhaco uu dharaa baa la yidhi uu dharaa deedna markaaba cadceeda ayaa iyo dabaysha ayaa saamaysa. laakiin ubaxu geedka dushiisa hadduu ku yaallo dadka oo dhan baa milicsan oo sidaasaa loo eegaya dhalaalkiisa iyo quruxdiisa oo isha oo dhan baa markaas il kastoo meesha maraysa way deemoon. waxaa la yidhi gabadhu markay shareecadda islaamka ay ku dhaqmayso quruxdeeda Ilaahay waa u ilaalin waana u joojin oo quwaddeedana waa Ilaahay waa u dhowri. haddii laakiin shareecadda gabadhu ay ku dhaqmi weydo aqalkana ay joogi weydo dharka jilbaabkana ay qaadan weydo
ragana kolbadina u hormarto sida ubaxa geedka ka go'ay bay la mid noqono labaatan jirkeega gabadhaasi ma aragtaa inay ku foolxumaan markayba labaatan jirkeega ku boosboosi boosbooska waad fahmaysaan baan u malaynaa way foolxumaan khalaas shareecada diinta islaamka marka lagu leeyahay ku dhaqan adiga maslaxadaada ku jirta ogow فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي أجشو أي كسو حاضرتي أي دو مركي كتل الرئي مدينة ميت كيغا إلا أركا مر بيه بل سداد ميت كيغا رقا وقرين لهيدين كتلب بحية بي كتل بري قال ميت كيغا حلو قادا يي سرير يرو وقفك اللا دول لغو أو دينا كوركا سر الله سارو مركا اللا قادا نقفك دق دقا قيس الله داريمو مركا سا أسماء بنت عميس رضي الله عنها وكسو نقطة مركة أرض الحبشة وجعفر بن أبي طالب حاسكي سيوه يعني أياتري أنا قال نعش نعش كينا كد ومبان أرض الحبشة كسو أركيو قفك اللقود دحري دايو لأن أفر تدنعنا مرة لك قحر يو قفك أن الأركين بميت كيسا مركة فاطمة رضي الله عنها وحيتري كاس أشياء عليو يويل شيدو أنا كاهل ليس مايو dadna markaba kiiba loo sameeyay maalintay dhimatana kiiba lagu dhaxriday Fatuma aabeed Muhammad (alayhi salaatu wa salaamna) sagaal bilood oo kaliya baa la yidhi ama lix dhowr bilood ayay ka dambeysay aabeed oo nabigaana u sheegay (alayhi salaatu wa salaam) maalin maalmaha ka mid ah nabigu xaasaskiisa dhex fadhiya ayay Fatima radiyallahu anha u timiday ayadoo sida aabeed u socota aabeed bay socodkiisa lahayd dana markaasi aabeed baa dhunkatay oo dhunkaday dhagtu markaa nabigu arin sir ayuu la sireystay isla markiiba dadka hortooday ku ooyday hadana nabigu wuxuu rii soo celi dhagtaada fariin kalaan ku sheegay oo sir ee markaa buu sheego isla markiiba hadana way faraxday way qososhay maalin dambe ummul mu'minin aaysha radiyallahu anha ayaa ku tiri sirti maalinta adiga iyo aabaha iniga dhaxayseen marna la ooyday marna aad ku faraxday baleysheen waxay tiri hooyo sir أني أبها إنك دحيس أي هيدو عندنا وشيء مايو فاطمة رضي الله عنها سرتي أنتو نبي قلنا ولا ميسن شيء لأن ضدك عسى تربية بالله بري حفظ السر سرت الله بدو قفك دحيس ضدك كلا إن لو شيء ماها إن لدقيستنا ماها لبا قف وشيء كوا ضلب نبي قلنا يولي قفك دقيستا دقيس جيسا إساقنا أي كرهيان مالك قيامة آخر عذاب نار نحاسا نار إيا دقاه لك شباب رسول كويري يصب في أدنيه بنبي قولي آنك هذا المعنى سوها نبقف أرن سرا مال كسر إيسا نيسا قفك دقاه استبو نبي قولي أيا كوني دقاه سيقا أرن سر تودا لغا دقاه سنة أي دبسنة يان قفك أسي قيامها دقاه النار نحاسا لك شباب نبي قولي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها مركز سرتي نبيك ما يشيك انتو نبيك نولا لكن ما لنتو نبيك أدوية دكا انتقالي ايا وحا اويا دا عائشة رضي الله عنها او تري ارنتي ما لنتا ايشيك هدا وعيتري هدا واكو شيك ما دام آبهاي او دنتي صلى الله عليه وسلم أدوية دكا انتقالي هدا واكو شيك مركز هرويح نبيك ايشيك ويلا سرعيستين لو اوي اجشي سيبو نبيك ايشيك وحيقو يري وان سعودي انوك يا فاطمة اسك صبر marka labaadna wuxuu ii sheegay in aan ahay haweenayda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu naxmad badan inaan ahay buu ii sheegay xadiis kalena wuxuu nabigu ii sheegay tiri ha ooyna aamus buu dhe Fatumaay ehelkayga qofka dhimashada igu soo xiga waa adiga aamus buu nabigu ku yiri marka siddeed bilood sagaal bilood muddo yar bay ka dambaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintay dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jirkeeda inaan la arkin markaas aan nacabshkii ay asmaa ku soo aragtay Ethiopia Ardul Habasha ayaa loo sameeyay kiiba lagu dhaxriday marka dumarkii reer Madiina maxay u duceen jireen Fatuma ay oran jireen Fatuma ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda Allah ha asture meedkayagina way na asturtay bay yidhaahdeen ilaa meedkii barigoor oo la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la dul dhigi jiray qofku dusheeda u dhaqdhaqaayo ayadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dambi xataa marka qof dii amal ma sameeynay haddii toole ayay ka digtoonta in la arko jirkeega oo dhaqdhaqaaqaya
إنكنا ما تهبله هؤلاء كني قارقود مد والبا ما شير جركيد وكم بروح بدأ إلهي بالرقة توسع سابا إلهي هلا جب بابا هؤلاء كوا عورو ودنا ذا أسيات إشيات جا هؤلاء كم مجعود عوري لين عورة معناه إنك عورة ما له بنو نقانها عورة الرجل ما بين السرة والركبة لكن هؤلاء كجركودو دم بعورة ما عدل وجه والكفين لا وضع قعمودي وجهه مويانا انت كالودن قبرنا جلكي دوا عورين لأركما دار كودك سنة يني حدتما دار جلباب لدا ويني قادتي قرآن كو شاقي ومركة سعوتية مركة قدال سعوتية مركة هروس سعوتة آن لكالا قرنين قفك ماشا مرا يما إنم با ميسلان آن لكالا قرنين دار كناد حدتي با قيمة كويا لي أقوه الرقا آد استوسي سوح معنى أي كو سمين اسم جلتو قربا كل هذا جلباب قاتو نند شرير نقاتو و أيها الجرنين الفولح ما هينا قروح بدنها هذا الرجوع جاء أركاني هذه كلام معنى ما سمعنا سيا معناها واحد سمعنا يا وحوان وأسطرك أنس بن عمار الأسمعي نكال أورنجري أنس بن عمار إنك يسيب ويره أبيه بويره سجى أبيه عمار بويره عمار الأسمعي وعد أنا سو عروس با تاي غدا عروس واي هيا عقدي با دعي سو ميدا لغو يدي درك خيدا لغو يدي عروس دي نقول كا بي كجيرتا اولدا او غلبا لغا يدي هل فرس انكا وانن دل نيرا غبد ما اركين ايدونا ما اركين غبد اسغا وها او سو دورتي ريركيسا إنك وحا أدورت وارير كيدا هلك إنك الزمن كينا ويلاشي قبله بلدن اللي قوله يا ويوضا شاكاستانو ويسلا السعودانو ويسلا هاللانو ويوضا حريرانو محاك حريرا يعني ومعصيو حرير قاسي ومعصيو إسأر قيسار كينا ومعصيو خلاف الشريعة وينوحا صودنبا شيء أروسك هدي خلاف الشريعة اللي قصلا يانا بركة ما يشيء عقوب waa wax zaman keenan dhalinyarada nooc kale u wada noqotay laana arooskal arooska abihi iyo hooyadii ba sax ahayn markii horeba oo macsiye lagu dhisay dad cusada marka dhalanaya dad ghafilina oo ghafladu ku badan tahay ba mujtamaaca ku soo badanaya laana markii la dhisay reerahan diin lagu masaleeynin alla ka cabsii alla ka baq asaas looga ma dhigine nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay dadna mufsidiin bay dhalayaan markaa u bad mufsidiin oo mujrimiin aan dhalanay maanta oo wada dhanxira inaki uu ku qancay aabihii iyo hooyadii talada uu soo jeediyeen aqdigii ba dhacay aqalkii buu galay aroosadii ba fadhida uu salaamay salaamu alaykum waxa uu noqotay inaan yaro gaaban oo isaga aanan cajabin xaga quruxda isaguna nin dheer buu ahaa oo laanka la eego qurux badan buu ahaa markaa buu ka naxay iyadii ba markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa iyada ninkan uu qabatimay ba la yiri laakin isaga ma qabatimin gabadha ba la yiri dana marka ayadii ba ku tiri hamburgin bay ku tiri hamburgoon waxa laga yaaba ilaahay khayr inuu ka soo dhaxmariye hadalkayga ku qancow wuxuu is yiri kulli aabahaayo hooyada inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku ogihiine iska barakeeyo iska bismillaayso habeenkii horeysay leelada safaafkii ba uu la seexday ilaahay habeenkii uu aqbalo calooshaydi durba ilma ilaahay galiyay ilmahay dhaleen wuxuu noqday imaam malik bin anas buu noqday imaam dar al hijra إمام مالك رحمة الله عليه عالم المدينة أفرت سنو مسكيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودروس الحديث كليدا علم الحديث كأيو أمد كبر أيي أفرت كاسنا نبالي الإمام كاسي مقال هذا مدينة رحلة ذكى وكم قادا مركي اللي ينمحات كبها وحدا لا داعي نوح أورنجري ما ماشى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا لبدي سيساحب أي هوست إذا كجران مياك بكبل صعنا يا أبو أورنجري inanti iyo wiilkii aabihii hooyadii u hoggaansamay amarkooda waxay ku urteen caalim cilmigiisu adduunka dhan u buuxiyay ila qiyaamaha dhan loo duceynayo madhab imaam malik baa waa imaam dhan oo madhab leh bal sheekhayna shaafici rahimahullah waa macallimkiisi wax baray weeyaan wuxuu noqday macallimki imaam axmed buu noqday
أئمة الإسلام قصدا سوى حسكوب رجال وكل فائدة سنين. قبض بركايسن ويل بركايسن بدلي. ولد مطيعة أو إلهي أضيع سنة ولا بدأ ولد أضيع سنة أولاد برية أو أولاد بريين با إلهي سجن أوسين سعيد بن مسيب رحمة الله عليه شيخ الحديث محدث في مدينة أيا إن أنتي سنع علمت بهاي علم الحديث كي آدو تقاني والله اسكو شيخي والله يقول شيخة إن أنتي سوى وقبر وناكسن وقبر وناكسن قروح بيلا دهاي دين إلهي وكو قرحي وعالمت وعلمك بهت كقادتها معاوية أيا مغلي الله ونحرستي إمام أمير المؤمنين معاوية ومركة الشام جوغا ودولة الإسلام كوردان مارك تاني أمير رؤى أيا مغلي لأن مركة أبو صدر تأرقو وحيري إمام كاسي مارك تاني سعيد بن مسيب وحاد كتر هذا إن أنتيسا هنصيو إن كيغانو لسياي سعيد بن مسيب وإسكد دو وحيري إن أنت إذا أميركا مؤمنين تا إن كيسا أنو قمسين أي رالي هايغا نغضي بولي ألو فرس ما أنت إنكو مديد لهين إن مدحوينا هدي المهيس إن أنت هذا وكاس وضول هذا فقير ومسكين ومسكين دحفر ليا مديد يسين بل واحد أورا الله الليلة القدر بأي بدي بدي إلا داد أدوية داتكو نغضي ما أنت إمام كاردان المسكين كنبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كأمد أغا آخرين آيا إن أنتي سي محدثة داهيد وحا صودوني أميركا المؤمنين تي دولة دا إسلام كماركا أدونك حلقة معاوية دولة دا إسلام كحل أي كتايب بدنيد أو أي كعيدن بدنيد وكرد غالب بدنيد وكرد البلار نيد ما سو مرين بالير تاريخ لأن الزمن كي معاوية زمن الفتوحات بوها داد كودن بالله يا بي إمام كي بدن بايد يا شيخ كبار دسي أميركي مؤمنين تأميركي سهديدين أين كي سسي وحيولي مسينا يبولي ومحادو السين ويدال ويولي بقر رن باق إنان تيسي إنان كي سي ودوني قبر دادة أدابا نصيب لي مركا سيولي وحيولي إنان تايدا مركا أنو ديسا إنان كمعاوية أي قصرقي معاوية دمشقويا اللي إنان تايدا لقيو أي صد حبلوت حقا صد حبلوت تميهيك إنتي قبطان تميها وتدعان حقا كلنا صدح حبلود أي خدمة وخدم أخذ مين أي أخذ مايان كبه يجنا الله هرق عضو در كيدنا دول كسد الله قا قاضو دين تيدي سوما ضيع عبود هل كيد دين تيدو مري بوكيد أنت هذا مركز سو علمي أن يران تكبر اللو بيمس وهالمام بيمس وكدي ذي نصي ونا كبر قاجي أرضي دي سي كم دها ayaa shaakhiiba u ka waayay marka darsigi fulaan aaway buulo waxa fulaan haaski siiba ka geeriyooto hawshi bay ku jiraan haaski markaas uu sheekhu darsigi intuu joojiyay isaga iyo talabada intay soo raacaan bay haaski ka soo qayb galeen dadna markii haaski laga soo noqday ayuu ardaygii ku yiri sabri iimaan allah kaasiyo uu tacsiideeyay waxa uu ku yiri inantaydiina waa ku diyaaray marka diyaar garowdo u kaalay oo guursu ka yimid wal fiirso فعلا معاوية ويلكيسي وأودي ذا إننتي سي أرضيغا إننتو أي كاقيريوتي أرضي دي سكامي دهانا إننتي سي وأودي سيبا ليوني بقر ويل ودالانا وأودي ذا إننتي حرو حرتي سكامي دهانا قبر دي سيوسي لأن داتكا سي أدوية كمي فكرين آخرة دي كفكرين وفك الدين تي سي إيغيين إذا أتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه بالنبي قيري هدو إني ما دو قفا دين تيسا يطبع عديسا أذكر رالتهين وقوريا هذا دو قوري ويدانا أرلاد فساد يفندد حمبا كدعي دون تبو رسول كيولي قور كوغا دين بي إيغيين طبع عدو ونأكسين بي إيغيين هل كقور كيان إنكو أنا إيغيين القبيل وقلما لعقنا ما هايستا سو مارد الله بضع بي قفك ويديسا عمكا ورنكا قبر دايقا سوى دوني وقلما وقبيل كي إلا قبيل با دينو نقضى سو مالي مانته تقال دقالنا محوها يستان العق والله العق ما هستين بسكيتك علمك كردكتا لما كتبتو سين بكورن حسين وأودي دي بها دودو قوري قال الربا قبادو إني جوكتو وحي علف إلا حي هلكا وكينو أي كو قانع دي كو أسطورتو أي كو سبرتا اللو بحيه
قبل دمو من الدا إصابر الدا إصاد قد أبيه ذي هو يدنا أضيع سنة بارية دو أدت كيجا إلهي جل وعلا أولاد يدو حكسو صار علماء إلهي كسو دحسارة علماء صفات كلا دمرك أحكام تهوينك أخاص كوحكم إذا كذلك حكم بليد هذا مارك تاني طاعة الزوج يعني هوين يدو أي نك يدا أي أضيع طاعة والنبي قال لنا شيخ عليه الصلاة والسلام نكون ناكتي سهدو ويهدو اسكديدو واقو وحو أبر يابو النبي قل يدو إلهي وعلي سيحي ملايكتنا إلا عنا دايسو هدان أمر لهابو النبي قل عليه الصلاة والسلام قف بن آدن قف بن آدن وسيدي سائلو أسجد وحان كو أمر لها هوين يدو ننك يدين أسجدان أمر لهابو رسول كيولي لكن سجود إلهي مباسك العدك إلا سجود ما بنانو بني آدم نول لا إله سجود ما بنانو كو قبر كو جرنا وركي سيس كدابا سجود إلهي باسك له لأن سجود هو عباده دول إسدق بالا دول إسدق هل كجر كاقا أقول جعشا هاي جب هدى هذا إلهي أردق إلهي غير كي هل كاين لوردق أو مقلمان بال مخلوق أو مقلمان هل كاين لوردق بركة هذه لكن أي دعي لحيد بو نبي قليا قفين وقفوا سجود أن أمر كو بحن لها حق أي رقها وينك كوليهين بو نبي قطسنا يا ميزانك يا عليسك أوليه وحان أمر لها بو نبي قليا هوين يدو ننك يدين إنه سجود بركة إلهي تبارك وتعالى قفوا بحقوق با إلهي سيئي رقا إنكونا حق بات كولي ذيهين وحقين الله إن كريم آيو والنبي قال صلى الله عليه وسلم نبا ويديو كويري دمر كيغو حقوق ذا نقول إيه النبي الله بلنو شيك مركاب النبي صلى الله عليه وسلم وحو كويري هذا عنت عني وين هذا يدنا يكل عنتا هذا در حرنا وين يكل حرتا معنا در بعد يبشر تيمانتا يدنا حق وحيوية التي نضحوي بسا ما هنا حفظنا ترى هذا صور يري وحي الكرسات هذا قلنا مقاحيد انتو تكتهيلي بقيل أتكع عنتا مع دالت بها عدالتها والظلم واحد عنا سريرك وكل عنا من النبي قل إياه سواء به لبقيلك وحاتر هذا النوكر أنك يا عروت يا ذوق هذا عنا واحد عنا بقى النبي قل حاسك هذا وين يا كل عنتا واحد حدتنا وين هذا يدنا وحدة نربات قدرت وين هذا يدنا ما أنت وحوي بس وتر هذا أنا قب ما أنت قرن يربان قتة هذا قلنا ما ركتانه هو درج ركوب قدر أنت ير الله كبرك هي عدالت هذا الله حاس له ده هنا يصدق حاسي أفر حسدوه لهاي كوسيينا عدالة دوينا ده لالساعة كالجعيل كجعيل كتا أدو ما هيسد وقلبي جمال بو أب بدن يا لكن حق عدالة دوينا ده وقت جاجا يوحي مصاريف الرئركا سع عدالة لدت كوينا ده وسيسا والرئر والب وزن كيسي ميزان كيسي مقدار كأولية هي مصاريف تيسا وين لو جراواي ده وين لصيا إلا أصلان تلحية على حيسية الله أو ولا حيسية كخرش معها لكن وحل الديدة هي إن أتنا عاد بشر وحسستنا أنا ذو حبسين إن تعلم أو قل مد والبا مصاريف تيجي دكوف لن يوبت كي جوين أرسيسا لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بإلى حيل كان أرزاق دو واسع إن أنكوا بأسقنا ريره سه واسع يهوب بلاريو كاكو كابنا كوي رينين بإلى حيل أنت أو كريا بإلى حيل حب حيو قف كبن آدم كأوحى سكرين بإلهي ما بسارين به وهداد وحي بسنا وين هذا هو بسأيدا هداد دليل النبي قل هوا كه لا إن لا ير إدبيان شريعة دواي شكته وجهه إن لقد دل معه لأن وجهه دوا ماش بروح ذا اللقى أكته ويان إن وجهه لقد دل معه نبرة وين وكم وقرينا دمر كإن لقول دفتم ماها إن العاين ماها إن العاين لما أقوله عاين أبو نبي قل حاسس كين صلى الله عليه وسلم بل آداب تدمر كالله رضغ ما يو شريعة دا شكت ننس صحابي أضيب أوي مدي رسولك إسقو إن أنتي سيقعان تهيا مركب النبي صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله ايك بوري نينكي سعد بن الربيع اها ان انت يدي سدو وديلي بلاك بوكيني مركا وجهو كديلو علامات با كوتالا مركا ابو نبيغو او عادود رسولكم مالينتا وجهيسا اسبدلي شريعتنا ما سو ود دغينا كل با ان با نبيغو كوسو دغيسا دوشيسا وخيد اوردو او غييو ها كجرته بوري سو سدو او او ديفته يدنا ها او ديفته بوري مركا دقاقين سي جيستين ايا سو دغه وحيغا الهي نبيغو كوسو دجيي مركب النبي يقول سو نقدا ويسو نقدين مركب النبي يقول أرادنا شيء وأراد الله شيء أنا خرب النبي يقول سبان إنك ونضع سنين إلى حين سكروا دمع رسولك يقول يقدر جيست يقول النبي يقول أعدنا يوسف دكتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سمحن الى اخر الايه ايه داسا مركه النبي كوسو دغتي لاغو عدينيو قوامدا ان الرجو ايليهين هوغانكا ريركا رغا ايا اسكلي هوغامينتا تلد وحي كغو ايسا وا نينكا حاسكا وا لالا تشن كرا نينكو ناغ حاسكيسا تلا او ويدين كرا لكن غو ان قادشد اوديغا ايا اسكلي وما حال هي القوامات الرجوع هي كهله ولا بشيء مركه هو اسكو الهي با كلا فضلي با اسكو كرتي ماها اسكو قوه ماها اسكو دلقاد ماها اسكو عقل ماها الهي با كلا فضلي عز وجل نعم دمرك الرجا شدده اديقه او غالبه هلك دمرك دبع سنانته اي غالب وتهي اديقه اي رجا ككنان اي اديق اي ما ركتان ان حريص ذر ايات مودين رجا كجرتو هل كهويدنا إلهي غالب وغير إن نقطه هو النحرس بدن الدم قشب بدن الدبرم بدن بركة قوام هذا الرجوع حيكون هلا ولا بشيء مركة روا عبور كإلهي بكل فضل بين آدمك مركة الله بعد نبأ ليه ما دام يكو أي نفقين يا ريركا أقل كي يك على جرب أي ندسان أو درك يالك وسو إبيان أو مصاريف تأي بحيان وخي ريركا باهي اولها انتي رغو دبولي كريان رغا لوغا فديا باهيده اني دبولان marka qawaamada labada shay ba rago ku heleen dadna ilaahay gabadhana uu amaano wuxuu yiri gabadha saalixada ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa ba ilaahay yiri sifaadkaas aad marka lagu aamane waa saalixad way wanaagsan tahay oo ilaahaygay adeecda وقانتته ننكيغنا ويكدن بيسايا ويحترامتايا ويوهوغان سنتحي وحافداد وحالاقو يقانا وحي ننكيدو وديبتي رير كيدبا ويلالسايا ويكفر لدا هدين ريركا عيب اي كرد عدن عيبتا ويقرسايادو ومشيكتو هدين ننكيدو امانا وديبتنا امانا ويلالسا مرقاسا الى حيد واللاتي تخافون النشوزهن با الى حيد تاد وقب بغدان انا نقود نقطو ماركتانا ثم دحتاق ايسا oo amar diida inagu sameeyneysa ba ilaahay yiri sidee loo dhaqmaya marka hadaan naagtaadu amar diida kugu sameeyso ma ol inta la qaatoon ba lagu jijibinaya may 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 halka looga bilaabi maayo hadaan naagto amarkaagi ay qaadan waydo amarka ilaahayna ay qaadan waydo amar diidana aad ka dareento reerkana inaynin wadeynin aad aragto waxa ilaahay yiri faciduhunna ba ilaahay yiri waaniyo u nasteexaya dad dhortiida lagu nasteexayni maayo حتى مركا لو نستحينا اسلامتا ما حين اوبد كدخديده ما سيجاره حبينك اديه يدو مركا اسلا غليو كليودان اي قولكينا اسلا دغتان ايات سيجاره اوو نستحين او ليداهي حاجيو خير الله كسيه با ليداهي سدا اي سدا اي سدا ادو دغميسو ريركينا ما وديسو وان الهي ان كبقنا فعذوهن با الهي وانيا ادبت اسلامك الله شيغايا كلا دنبينتا لوو براروجينيا الله كعبسك لغو براروجينيا دينتا لغو تربية دينيا نسيحة داسا إن مدى لغو وضايا مدى بدا حدي أي تاوح كوكا دو إذا با إلى حيري فهجرهن في المضاجع با إلى حيري جيفك أغتك با إلى حيري هاك سيحا معنا دادون تأقل كان أغب أحمر مركا قار كوضا مساجد هذا اسك سيحو أقل هذا جارك اسك تغو وحي لن نحمر عندها وشيغن لكن افكا اون يربورو اسكير امسون اقل كمركا سو غشنا ايدا حدردرن ان هبلها قدردري اوبدكاغا سومالي دو مركي عرودان اسلامتي اقل كا ساران
هل كان الشريعة دو حيلة ده ما ينكو وينو كهجر وذا بل ليه قبلها عورد وذا دبده لو ما صاروا عيبته ذا بنان كلو ما صاروا أقل كي قبلو إن سكفر ده كو أسطوران تهاي هذي دبده أوب بحدو عيبته هذي بعدي قبلنا كو صاروا أقو لكن أذى قال الرب ما دام ونن آتهاي وإسلام تنا أمر ديدا أي كو قصة ما يسي نصيحة دي وأنا دي مدة أتكو وضني أي قادم ويدي أذى قال لقال الرب أمر كائنات إن هذا قال كو غير تكتو غوغوش يا لوغير لغا ديران يا يو عيال قال اسك دحسيحانو ادا اسك خدميسانو بيي هاد اسك سو دانسانو درك اد خرانيس ادا اسك لا سو بخيو هبل هاغاد وحو درانيس ادا ابو قرع اي كينو ابو قدد اي كينو سلامتو ماركا وحي ودانيس اودغ ما هلي اقلكا كو نوقوني ماركا خيريدي هجردا اد كه هجروتي هدي اي وح كو قاده ويد وا تلابدي لباد إلهي وحده وضرب وهن مركب إلهي لجراع هذا سدي الله جراع مرك هذا ما بد بالو جراع هنقول هنقول سمت قنان ركوب رباي ما أدري هنقول يا واسقلا وها هنقول هنقول أوه هنقول بدو مركل دعلم لا لدي لي مايو تصبح يريو إمامة ديريو بيا يريو ويسد الله كشريه إيو يا ساس الله لا تربية دنيا لأنه أبد وعلم يرو كريو ين إسلام sida ilmaha gaar aad u ilaalinaysid bal rabaan aad iyadana u ilaalis maxaa yeelay 10 ka cunug ee aqalka ku dhax joogta iyada ku dhashay iyada ku tacabtay warshada laga soo saaray ubadkaas waa calooshayde ugu marka warshada aad iska jijibsi ka waran yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalathin ba ila hayri dhalikum allah rabbukum yakhluqukum ila hay wa inagu abuuraya meeshe علوش هو يدين دحديد والرحم كدحديسا في ثلاثة ظلمات با إلهي يدي ما ديرتا هوستيد ومدو رحم كدحديس ومدو علوش دحديدنا ومقدي صدح ذا مقدي هوستود أي إلهي قفك بن آدم كقصو نحسميي ورقا علوش هاسي تادا ماها سيدنا ماهينا واتسلان هاوين إيدي ويان ما دام هاوين إيدو أي ورشد إلهي وكيالي أبت كاقاسي لقصو نح أبوري ayaduna naaska ku wada nuujisay tacabna iyada oo ka galay kugu soo tacabtay kursiintooda marka ha ku santaagin ha humaynin usabir udul qaada uduce hadaad garaacaysaa sidaad u garaacaysina usluubtaas culimadu ay sheegan baad marka lagu tarbiyadeeyaa in aqal in loo nasteexeyo quraanka ay noo sheegay usluubta in loo nasteexeyo la wacdiyo haday waanada wax ku qaadan weeydo in aqalka laga yar dheeraado laga hijroodo oo faraashiga gogosha looga dheeraado marmarka qaar koodna ma aragtaan meelaha la iska tago laga warwareego haday taa wax ku qaadan weeydana waa in marka la garaacaba ilaahay yiri dadna markaas ilaahay muxuu yiri fala tabqu alayhinna ha ku had gudbina ba ilaahay yiri had gudub la dooni maayo marka in xaqooga lagu had gudbo xuquuq bay leeyihiin marka saalihaad xuquuqdiina ilaahay ba sheegay bal maasha shariicada islaamku ay nidigtay eega sida layni tarbiyadeenayo haddii aad dambi aad samaysaan oo ragga madaxtaaga aad ku samaysaan usluubta raggu ay niila dhaqmi lahaayeen ilaahay baa cadeeyo sheegay ilaahay sidoo ilaahay nii jecel yahay eeg ilaahay uu xaqiina u ilaaliyay suuraddan baa laynaygu magacdaray suuratu nisaa anaga qur'aanka kuma hayna suuratu rijaal laakiin suuratu nisaa qur'aanka waa lagu hayaa فإلهي تبارك وتعالى هنوصل نغنى هنتوبت كأنه تكلوا حلينا قربا أولادنا هنتربية دينه وأولادنا وحا كتربية دينه ومحي وأخلاق دو ونكسن احترام كان برينا حق إلهي بان برينا حق اللبدا والد بان برينا آيدا في سورة التحريم إلهي وكيري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آيدا سبب النزول علي بن أبي طالب مركو فسري وحيري أهل كيننا دين تبرا بيكا ديگن تهجمي نالتين ناركب بدبادية أهل دين ناركب بدبادية معنى هدو أهل دين دين تبرا بركا دين تنوبت كينا برينا دين توا محي قرآن كان برينا حفظ قرآن كان حفظ سينا نوبت كينا تدكي هوري اسكولة دا دكتاي وايد دا يعمينة بل انتن دنبون هدا بقبتين نوبت كينا قرآن كان برنو وصونا دا نبي كينا هم برنو عليه الصلاة والسلام
وسنها سنة عادة سنة الليلة دقنك قريها نحذي ذا وبتجينها كبر بارنا سنة عادة ومحي جيف كأدابتي سهم برنو درك الله حدنا يا أدابت درك الله حدا هم برنو أنت ذا مرك العوني أدابت الله قعنا هم برنو أقل كمرك الله قال يا دعاء الله جقبها هم برنو أقل كمرك الله سوق يا دعاء الله قصوق له هم برنو مرك سوق الله مرة يا دعاء الله خرست هم برنو هبينك مرك الله سيحنا يا أدابتي دعاء الله خرست هم برنو أي أوبت كانوا وأين يران تودا وأين برنا وحيابها اللي هذا سنة عادة والمه كبر بارا مارك تاني أذكرت النبي جن عليه الصلاة والسلام لأن الطلاب النبي محمد ما قادم بلا يدي إلا وحقو قادم جري ذكر يدعو لها هذو أقل كقال يدعو آخر جري هذو أقل ككبح يدعو آخر سنجري هذو بيت الميق قال يدعو آخر سنجري هذو كصوب يدعو آخر سنجري هذو جيفنا يدعو آخر سنجري هذو طريقة مرة يدعو آخر سنجري هذو بشبه لا تدعو آخر سنجري هذو سيحانا يدعو آخر سنجري هذو دار حرانا النبي يدعو آخر سنجري هذه المرة النبي يدعو آخر سنجري هذه قف دنتو جيري لا صوشة يدعو آخر سنجري دبيل هذه تما النبي يدعو آخر سنجري رابكم مركو دعاء يدعو آخر سنجري بشو مركي بلا النبي يدعو آخر سنجري دابد هذو فولا يدعو آخر سنجري هذو صفر يدعو آخر سنجري دعوي كاس وين المهنة كبر بارنا يرانتا كتب تيار يرى آخر سنة حسن المسلم كأيو أما أذكار النووي أقل هذا حين نوضح يالان وكتاب كمرك إلا اللي في الرد مش شقي ونجرين بعد دارا واشتري الأذكار قف كي مرك إلا الإمام كي كتاب كي وصنفي والله طابع أيه ومكتبة ده أيه الله دقي الكتاب كي سوي يبس أورا دو مرك قف كي اللي قوير هذا أيه ونجرين دتك الضعفة ده فقرة ده لعقا كي يبسنا ما هيسنو مرك أبي ونجرين كتاب كي يونك هذا مانين دار تاده إيبيو كتاب الأذكار سوي يبس بي ونجرين إنا كان زمان كنا كتبتي بحتى وحق رسالة بوصية رانا يا موبايل با لو رجي وحي ودنبا ور موبايل كما إنك هلا يا أيها المسلم مكتبة ديانا لبابين أو مصاحفة مسايدة إنوتا ليانا لغه هجرونين وحن موبايل كوش لغوش بي رن ماها رن ماها مركلي اللغة صار كنا كي بيكي سبا ودقال ويا الله إنه قلت دقال لما يوسي شريعة دينا لو ترتير لها أي آلات كان لوصم إيهي إنكوا الذين خير با كجرة خير با كجرة والله قادوا بيا واروح خير وكجرة مجرى آلاتك يا شيخ خير كجرة يا شركة كجرة متكيف بدل شركة كجرة أياب بدل واحد سوق قال إسم مساجدنا وصلاة الجمعة دي قال لقى آخر سنة سورة الكهف كتاب القرآن كان مصحف فينا لقى هجروه كورونا إنتو يمدينا واحد مغلى سوى ضنا دانو عربيد أول لها كتبت مساجدة الله سكتها بنينا أو من القرآن كإلهي بلقى قاضي يا كورونا إنا لله وإنا إليه راجعون ما قرانك قرانك هو الدواء كتاب شدي ساء الدواء عايز كده واحد كله قادي دي ساء عبادة أخرس كيساء عبادة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء بلد شفاء دواء حتى ما هو شفاء حبة السوداد يدوى الدواء دواء لكن قرانك هو شفاء ملك الصافي كنا هو شفاء شفاء هذا ما قشوا محي لابد شيء شيء حنوك الله استعماله مر ما 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 بك كم بتكان بلي وين بابي يا ما لبك أيوة هي قرآنك يعني قرآنك اللي جه هجرون هو بتك قرآنك ها الله برو وأحاديث أغلظها اللي جو أخريو وسورة البقرة أغلك اللي جو ده أخريو لا تجعلوا بيوتكم مقابر بنبغ الذين قبورها كدقنا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة أقل كده حديث الله وآخر يبو النبي يقولي أقل كشيطانك ما سوق له وكفرحة سورة البقرة نوح على وآخر يكل يا وابشان يا فرتن دقيقة هذا بره ده ماله فريسة صدون دقيقة كده من سورة البقرة صدون دقيقة أفرتن دقيقة واجي مركو بريبة ما كري وين القرآن آخر سنة فيسبوك ساعة الدنيا هم أنا ده بالو سوجي داي قلوب تي بسيط دمان إسا هذا دارت أمة القرآن كي كلفوري كلا او اخرين كارلا او مساجد فريسان كارلا او دين تو دي كردغ مي كارلا هداد عرقتو وعاد دليل او تاي علومة دا قلوب تي دي با سيدي مانيسا قرآن كا اخر اسكي سوا عبادو ايجي دي سوا عبادو قادي دي سوا عبادو كردغ انكي سوا عبادو برشدي سوا عبادو قرآن كان اخريا اينا غلدنا قرآن كا كردح اخريا اينا رنتي زمن كانان قال لي وزمن ادك بان قال لي هدية تولى زمن ادك او عالنا لينو لدك علم أيو أول ما تفقدون من دينكم الأمانة
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة صلاة ديبا لهين ما أنت صلاة التباعد وحليلا أيا ودنا دي إسلام كودان لغو صور رغي ولا أدري صلاة سيديكو أنساحي سعلمة ويدية إلهي هنصر نغنو دقال بالي نقول جرع شيغا أغدن بي شيغا أغوه رأي دين تينا تبي دونتان با نبي قلو أمانة دا قف آمن اللواي دونا قف لا آمنو تلا أمدادية تلا رأي لغو آمن اللواي دونا بو نبي قلو دي قف أمانة لوا اللواي دونا شيغا أغدن بي دين تينا أدواي دونتان وصلاة بو نبي قلو دي وصلاة ما دو حلقو دا قال لما يوصلاة دي مر ليدا مساجد دا كتو كنينة يا مر ليدا دا مارتان كالفقادة سيدي نبي قصي كدوان أتو كدا سيدا بوديستو اي او عبادستان عبادة النار كو دبك عابوديا عيدا عابوديا سيدا او عبادستان بالغولي هادو الهي او عابد او سيدا نبي محمد الهي هاو عابدين سيان صلاة دادي عبادة دادان اللو اقبلين دا قال بوين باين نغو سعادة انكونا ما توان هرودنا ولا ليال نرجع الى الاسلام دين تينا خصو نغونا انا الهي كتاب جيسان اخرسان انا واحد قوز زنبيت كا كو قبسان انا دين تينا نفت هذا هو ايه دين هذا هو وحالا دونا يا ماشا ما انت ارنتو اي مرايسو نفتان واينا ترادا لغا ربا دين تيدي ما وايوية الله انا اصورة بس الله انا ادن بداف الله انا ادن بداف زادر تيدي ان شاء الله هان توبت كأنو هرددا هان كاكعنو حارق الهي هان قبسنو هوين كنا ماركتاني سيرة دي صحابيات كأخرستا مدارستا علمدو اي نفر انا كحرمة قرآن كحفظية هذا حفاظ نقطان وقبر متدينة هذا نقطه دريد بركة سنبا إلهي علوش هذا كسو ساري دونا الله أنا نقول أنفعوا أقول ما تسمعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما ولا تجعل فينا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا